استنى شوي. أنت بتعرفني؟ أنت مين؟ أنا معلمه لمعلمك. وأنا مين معلمي؟ ما بتتذكر معلمك؟ بتذكره. معناتها قل لي اسمه. ما رح أقول لك أي شيء. شو رأيك بهالشاب؟ أي رجال مربي اسكندر؟ سيدي لا تشغل بالك، اسكندر بذاته جاي لهون. رأسي عم يوجعني. هلأ الطويل رح يعطيك مسكن وبيروح وجعك. معناتها مراد ما لقى دكتورك. معلمي بده اياك. خالي كاظم جيب شاي. حاضر. بردت زعزع؟ مر علينا أكثر من هيك. تفضل. شو أنت عم ترجف من الخوف ولا من البرد زعزع؟ ما عم أرجف من البرد. لك عم من شو معصب؟ لأنه جوهر عم يشرب شاي قبلك؟ بعرف جوهر شرب شي كتير مشانا وبيشرب كمان. انت ريح حالك، انا رح جمد لك اعصابك، ما رح اترك لك اي اعصاب. مماتي صارت وصارت، جمد لي كل شي وهلا بعدين اعصابي بتدفى. ها ايه شو بتعمل اذا دفت اعصابك؟ أنا كمان بفرض عليك عقوبة مماتي. ماشي، حبيت أعرف شو بدك تعمل. بدي حبك مماتي، بدي حبك، بدي حبك كتير. كاظم زازا عرقان كتير، خده خليه بورد شوي. كانوا بيعرفوك زعزع ما كانوا عذبوك زعزع ما كانوا. انت ما بتفكر انك رح تموت؟ بفكر كل يوم، كل يوم بفكر مين القبضاي اللي بده يقتلني يا جوهر. نزلي هذا السلاح. إذا بدك تموت منموت سوا. خلاص لهيكني نزلته. نزلي سلاحك. اترك المسدس من إيدك. أنت أكبر بلوي بحياتي،
نزليه هلا بتطلع رصاصة بالغلط. مو لازم يخطر ببالك تتركني وتروح. شوي 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 خلص شوي شوي طولي بالك. انتم الألمان مغزينك كتير زايد وزنك. لو شايف بنتك اللي قدامك مرها مو لازم تقلها زايد وزنك. ما قلت لك برميل، شو بدك أكتر؟ مدام إنجي، هدول اتنين بيقتلوكي وبيقتلوني، تعالي نروح نحنا. انت اطلع إبراهيم، أنا إلي معه حديث خاص. من هلأ ورايح، ما بدي إياكي تحملي سلاح أبداً. علمتني أوص على الفاضي؟ علمتك على الفاضي. إذا من بين كل الناس اللي علمتهم لقواص ما ضل غيرك أنتي أوص مشاني يا بنت، علمتك على الفاضي. ليكي أب وبنته عم يتحركوا بإيدهم سلاح، وينهم هلأ رفقات سلاح تبعي؟ عم يدفنوا سلاحهم بدون خجل. لك تفنوا أعدائكم، ليش عم تدفنوا سلاحكم؟ تعالي إنجي تعالي. قلوا لي شلون عرفتوا إنه أنا هون؟ فيلر خبرني عنك. أنت شو لك شغل مع فيلر؟ اسكندر، فيلر قال بده إياك تكون معه. لا 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 لا، ما بصير. هذا مو وقت العناد والتصرف بعاطفي، هذا وقت تتصرف بعقل. مثل ما فيلر بحاجتك انت كمان بحاجته. بموت احسن لي. انت بدك يعني يكون عبد عنده؟ اذا بدك تموت موت بكرامي، موت قوس على راسك، خود بتارك واسترد اعتبارك ومكانتك وبعد موت. شراب ما عم تنبلع معي. إذا قلت لك شراب بتشرب. كرمال الله طالعه من جوا لخالي رح يتجمد. هو قال ما ببرد وما بيصير لي شيء. لك أنت لا ترد عليه لخالي، معصب منك، شو ما قلت بيحكي العكس. إذا قلت له اسحب أولادك من الشارع جكر فيني ما بيسحبهم، ما هيك؟ مظبوط. معناتها يتجمد. إذا خالي ما سحبهم أنا بسحبهم.
شلون بدك تسحبهم؟ ليك إذا أنا ما وافقت ما حدا بيطلعون على الشارع. يعني عم تبيع خالك ما هيك؟ ايه ببيعه. إذا مات جوا بشو بيلزمني؟ كل اللي بدي اياه يكون صاغ سليم. منيح جوهر. من هون وهيك إذا نزل حجر من السماء أنت المسؤول مو خالك. إيه؟ إذا شفت ولد بالشارع بدون أب وأم بعتبرك المسؤول. إيه؟ وإذا شي مرة بلغوا المخفر عن سرقة مسجلة بجيبك وبجيب خالك وبفوتكن على البراد وفوته بلا طلعة. ميماتي مثل ما بدك ساوي. أنت طالع خالي وما بتشوف ولا ولد قدامك، هذا وعد. كاظم جيب زازا واطلب لنا ثلاثة شاي. حاضر معلم. جيب شاي. شو المنيحة اللي عملها معكم اسكندر حتى تضلوا تحت جناحه وما بتتركوا ديله؟ أنا كمان بسأل خالي نفس السؤال، بس بيقول وفا وما بيقول شي تاني. لما دخل هذا الوسط اسكندر بيك ساعده ووقف وراه. صار لك 30 سنة واقف معه مو حاجته؟ بيقول أنا ما ببيعه للرجال. خالك حاسبها منيح حاسبها. ما بيفهم بالوفا وما وفا جوهر. ماتي تسلم لي، بمعيتك عشت طفولتي. خير؟ لما كنا أولاد كنا عايشين بضيعة باردة كتير، ولما بتطلع الشارع بصير نوازل بأنفك. منين منجيب حق حطب وحق فحم؟ كنا نلف بعضنا بالبيت حتى ما نبرد. لهيك أنا على طول بدور مع ناس كتير. بطبعي ما بحب الوحدة أبداً. ما بحبها. بردت كتير زازا؟ بمعيتك كأني رحت على ضيعتي. من زمان ما أحسن الروح. ما هيك جوهر؟ خالي لما نروح بناخد ميماتي وهونيك بشوف مناطقنا الحلوة. بس يجي الشتاء منروح جوهر ومناخد معنا ميماتي كمان. زازا يعني انت لهلأ بتحبني؟ ايه انا بلفك بالضيعة بهذاك البرد لحتى ما تبرد. وقت بتعرف قديش انا بحبك ميماتي. شرب شايك بالأول، صرت بوزة بالقشطة، دوب تلجك. شو عملتوا ألبير؟ لقيتوا محل اسكندر؟ معلم عم ندور. ليش عم تتصل إذا ما لقيته؟ معلم اتصل حمدي، مراد عالمدار أخذ أونيصال، معك خبر؟ إمتى أخده؟ قبل كم ساعة. بيكون طلب يقابله حتى يسألوا عن شغلة. حمدي فهمان غلط. معلم كبس على المحل ومسك الزلمة وراح. في ضغط كبير من فوق إنه شو عم بيصير؟ شو عم يصير؟ عم تمطر من فوق برد ولا شو؟ نفس هالضغط. حمدي قال لي معقول يكون فهم غلط؟ البير إذا قلت فهم غلط معناتها فهم غلط. بس يا معلم أونيصال بعد شوي بيرجع. أنت هيك قول للناس، خلي الكل مرتاحين. ماشي معلم. كاظم اتصل بعابد واعرف لي وين هو. حاضر معلم. أنا ما بروح لعند رجل حدا. أنا بجيب لك فيلر لعند رجلك.
ما بتعرف قديش هو محتاجك. مراد على مدار حصره بالزاوية. مراد ما صار صياد. شلون يعني حصره بالزاوية؟ طلعت الشغلة مو هيك. طلع مراد عمل خطة ذكية. خطة شو؟ عبد الحي ما مات، عمل هيك حتى ينقذ حياته. قال انسحبت وتركت. وانت منين بتعرفي كل هالشي؟ شوي من أرون فيلر وشوي من يالجين بولوت. إذا أنت بتعرفي اللي أنا ما بعرفه، شو بده فيني فيلر؟ يشتغل معك أحسن. أنت مو منتبه أبداً لقيمتك. اللي ما بيجيبك لعنده مفكر بيحسن يدير البلد؟ لهيك أنا بهالحالي. أنت استهنت بقوة الأمريكان كتير. معك حق، أنا كمان لو كنت بقوتك بستهين بقوة التانيين، بس المزبوط إنه ما نستهين بقوة التانيين، والصح نستغل هاي القوة. أنا بعرف هدول الجماعة منيح. هدول بيستخدموا الزلمة وبيستهلكوا قوته، وبس خلصوا منه بيدفنوه بيمشوا. اللي كم مرة حاولوا يدفنوك؟ قدروا ينجحوا؟ هلأ أنت كنت بدك تدفن حالك لحالك. اللي بدي إياه ما حدا يستغلني مرة تانية. طريق الوحيد لهالشي تتعاون معهم. قرار إلك، يا أما بتصير مع الأقوى أو للأسف تقتل حالك بأضعف حالاتك. شو ما كبرتي على شرب الحليب يا أنسة؟ ايه شو بشرب؟ شوف يا إبراهيم، شوف هالبنت المربية السيد اسكندر ما بتشرب شي غير الحليب. بنتك الله العليم شو بتشرب. لا تقول ما قال لي يا إبراهيم، اللي ما بيضرب بنته بيروح بيضرب ابن الناس. ضربت سيدي، ضربت كتير. لا تشغل بالك انت. انتو مجانين شي؟ المرة بتنضرب؟ ما قلت مرة يا آنسة، ضربت أولاد الناس كتير. مانك شايف يا إبراهيم، في شي اسمه بنت برا. بغياب أبوها هي البنت ركضت وتعبت وأنقذت حياتها. انت بنتك ما بتقدم لك شربة مي إذا بتموت. معلم انت حتى بنت ما عندك، أنت مين رح يقدم لك كاسة مي؟ آه يا إبراهيم، في زهرات كتير تعبت عليهم لحتى كبرتن. لو كل وحدة رجعت لي بس قطرة كنت بطوف ببحر من المي. أنا ما رح شوف بهالبلد رجال عقله براسه. إبراهيم اسمع، عم تحكي معك لأنسة. شو عملتو؟ شو مش الحال؟ انت لا تتدخلي بشغلي ابدا، لازم تعرفي حدودك. دخيلك، الحق علي اني سألت. ابراهيم عيب عيب، ليش عم تتدخل بشغل العيلة؟ يلا خلينا نروح. ابراهيم خدوا فوندا معكن، وبس خلص شغلنا انا وانجي منلحقكن. مدام انجي لا تقولي ما قال لي. إذا عرف أبوكي بهذا الشيء رح تتوجع كتير. أنا ما بيطلع مني سر، بس الحيطان إلى أدام. طمن أبي معه خبر. أنا وياك ما قدرنا نربي هيك بنتين يا إبراهيم. يلا يا أنسي فوندا. We'll be right back.
وين المعلم؟ مو هون. يلا امشي يا نصال، رايحين. عفوا معلم، المعلم مراد معه خبر؟ انت ليش واقف هون؟ لما بيجي بتقله. يلا امشي يا نصال. معلم ميماتي بتصير مشكلة. انت اللي بدك تساويها؟ تعال اسكندري تعال. نحن اللي ربينا اللي ربوك. واللي ربوني مثل الخلق كلهم ماتوا. واللي كانوا مفكرين حالهم ربوني أنا قتلتهم. صحيح الله، أنت كم شخص قتلت يا اسكندر؟ مو مهم لحد هلأ كم شخص أنا قتلت، المهم مينن هن اللي قتلتن. لهذا السبب أنا حابب أشتغل معك. تعرف منيح مين تقتل ومع مين تكون، وكمان ضد مين توقف. أنتو عم تعرضوا علي يكون شريككن ولا عبدكن؟ برأيي هاي العلاقة لازم تعتبرها مثل الزواج تمام. بالزواج إذا بتسأل المرأة بتطلع هي العبدة، إذا بتسأل الرجال بيطلع هو عبد المرأة. زواج شو اللي عم تعمله؟ كأنك عم تقول لصاحبتك وتضحك عليها إنك أنت مرتي. أنا عم قلك مرتي مو مكفيتني. مين مرتك؟ إسرائيل. زواج أمريكا وإسرائيل زواج كاثوليكي، ما في طلاق للموت. لهذا السبب تعودنا على الصاحبات. أنا كل حياتي ما صاحبت وحدي غصب عني. رح أترككن وحدكن، أنتو حكوا كلام رجالي. لو مانك بعت لي بنتي وانجي بالوقت المناسب كنت انا هلأ ميت وشبعان موت. انت ليش بدك ياني ضل عايش؟ انا عم دير الدنيا، عم دور على واحد يدير تركيا باسمي انا، وهاد يا اما بيكون مراد يا اما انت. صراحة لو كان مراد واحد خرج يتفق معي كنت تركتك تموت بدون ما يرف لي جفن. بس في كتير شباب بخدمتك وتحت أمرك، تركن هن يديروا تركيا كلها باسمك انت. ليش أنا؟ ليش؟ تذكر شبابك، انت كنت مندفع كتير ما هي؟ ومشان هيك ارتكبت أغلاط كتيرة، بس الظروف الجديدة بالمنطقة اللي انت فيها ما بتتحمل أغلاط جديدة، لهيك اخترتك إلك.
بس بشرط تعرف حدودك طبعاً. شلون أنت متأكد وبتعرف إنه أنا رح أخلص لكم بعد ما أحصل على كل هالقوة؟ أنتوا ما بتعرفوني أبداً. أنا بعرفك منيح وبعرف إنك ما بعت حدا ما باعك. بعدين أنا بآمن بالإرادة الحرة، لازم كل واحد يحدد خياراته بنفسه. إذا أنت فكرت تخوني أكيد بتعرف شو رح يصير فيك. أنا هلأ واحد هربان، ومثل ما أنتوا بهدلتوني قدام الرأي العام والصحافي كلها، عندي بالمحكمة ملفات بتنيمني بالسجن طول عمري. هدول الملفات بتخوا بيضيعوا بين المحاكم. بهالبلد في ناس بتخوا بالحبوس وناس بتخوا بممرات المحاكم، بس خياراتنا نحنا إنه الملفات تتخ بممرات المحاكم. تركيا بلد حلو كتير، المسامحة والعفو قيم هالبلد، وقيم حلوة كمان. بيوم من الأيام زارت السجن وحدة ست، طالعوا لها قدامها وحدة بريئة، فرجوها ابنا متربي بالسجن. الست ما تحملت، طلبت عفو للبريئين، بس ما بتعرف مين بده يطلع بهذا العفو، البريئين ولا اللي بدنا ياهن نحنا. انت كم شخص طالعت بالعفو يا اسكندر؟ تتذكر عددهم؟ مو مهم ابدا كم شخص عفيت عنهم، بس المهم عن اي اشخاص انا عفيت. عم تخططوا انكم تطالعوا اللي بسجن امرلي؟ نحن صرنا واعدينه، بدي اعطيه اللي بده اياه في حال عمل اللي بدي اياه. عابد معلم، اجى المعلم ميماتي اخذ ونصال وراح. معلم الو، معلم شو بدي اقول عابد؟ شو بستني اقول؟ اي نعم، انا عم بلتقي مع فيلر او عم نشتغل سوا. يعني أنت خاين، بعت حالك. إذا بدي اطلع مثلك إيه صحيح، بس ما حدا عنده فرصة يتحرك باستقلالية مثلكن أنتو. بعدين قلي حسب شو أنتو مستقلين؟ شو بتقصد بهالشي؟ يعني بين ختيارية، مفكر ما في حدا بيناتهن عم يخدم أرون فيلر؟ ونيصال لا تشوه سمعة الناس حتى تطالع الحق معك. ميماتي، انت تخيل انه مو انا يلي قاعد على هاي الكرسي وقاعد عليها واحد مثلك انت، ما بيقدم اي تنازل
وما بيدخل بمساومة. مستقل 100%، وطني 100%. تعرف شو بصير؟ شو بصير؟ كل يوم كم جندي رح يموت، كم قنبلة رح تنفجر، وكم إنسان بريء رح يفقد حياته. تعرف؟ شيلك من هاي، الناس ما عم بتلاقي خبز لحتى تاكل. انت عم تحكي عن العراق مو عن تركيا. العراق تحت الاحتلال الامريكي. شو يعني احتلال امريكي؟ حتى الامريكان ما يحتلوا تركيا. انا عم بشتغل هالشغل مع ناس سفله، عم وافق على اللي عم بيقولوا لي عليه لحتى تضل تركيا مستقله. شو عم تاخذ بالمقابل؟ على الصعيد الشخصي مكانتي، على صعيد البلد أنا عم أقدم تنازلات وعم باخد تنازلات كمان. شو عم تاخد تنازلات مثلا؟ مو مصاري مثل ما أنت مفكر. أنا بكره المنظمة كتير، لأني بعتبرها أنها بلوي كبيرة على هالبلد. على الأقل بعطي الموقع اللي أنا قاعد فيه حقه، وبكسب دعم الأمريكيين وبحارب ضده. النتيجة باينة يا وصال. ب24 سنة يلي ماتوا معروفين، ويلي خسروا البلد معروفين. ميماتي أنت بتعرف نحن لو ما فرملنا المنظمة بضغط من آرون فيلر كان البلد انقسم من زمان كتير. ليش فيلر ابن أبوك؟ ليش عم يعمل معك هجميلة؟ لأنه بحاجتها لتركيا. وليش ليكون بحاجتها؟ بحاجة جنود يموتوا، وبحاجة جماهير تسندوا كمان. أنا ما بعرف هيك حكي أو نصال. أعطيتك فرصة مرتين لتعيش، أنت مدان إلي بروحك. أنا مدان إلك بروحي صحيح. المعلم ليش ما قتلك؟ شو أخذ منك؟ قلت له عن الدكتور يلي عم بيعالج عبد الحي. بما إنه آرون فيلر ما قتله لعبد الحي، بده يشفيه تماماً ويحطه تحت أمر اسكندر الكبير. شو إله شغل فيلر بعبد الحي؟ خطف عبد الحي. شو ما معك خبر؟ نعم معلم. شو عم تعمل؟ عم بعمل التحضيرات مشان حول عبد الحي لروبوت. ما فهمت. انت ما سمعت بشي اسمه السيطرة على الفكر؟ أنا ما بعمل بهيك شغلات أبداً. يا ريت يعطيني إذن آرون فيلر وخليني أجرب عليك. ما بتقدر تخليني أعمل شي ما بدي إياه. بعض الناس اللي كانوا قنابل حية كانوا يحكوا مثلك بالضبط. مفكر إنهم كتير مشتهيين على الموت؟ بفهم اللي عم تعمله لعبد الحي دكتور. بالنتيجة أنت عم تخرب له مخه وبس. أما تعمل رجال تخليه يقتل حاله، هاي شغلة تانية. الظاهر انك ما بتقرا جرايد. يا ريت تدقق بزياده ارقام الانتحار. زيرو، انا قدمت لك اغلى عمل عندي. رجاء نتصرف وكأن الماسه ما لاخت. طبعا سيدي، بس بالاول لازم صلح الاذى اللي بمخه، بعدها بعمل منه الرجال اللي بدك اياه. معي وقت قليل كتير ليصير الرجال اللي بدي اياه. بدي اياه هو واسكندر يسيحوا دم. عم يتذكر بعض الشغلات المتعلقة بماضي القريب. هدول بالنسبة لنا شيء خطير. أول كل شيء لازم نجهز مخه. شو بيتذكر؟ بيتذكر إنه زوجة مراد أوصته، بس أنا لما تركته ما كان بيتذكر شيء من هاد أبدا. أنت المعلم، أعمل اللي لازم تعمله.
عم بيقول الدكتور زيرو انه حتى انا اذا بده بيعملني قنبلة حية. ايه بس انا شفت بعيني شو عمل بناس ارادتهم اقوى من ارادتك بكتير. لما كان بالعراق وافغانستان جن الناس كتير ودمر اراداتهم، بعدين عملوا اللي بدنا اياه. بس لا تنسى انه باسرائيل في احسن من الدكتور زيرو. هن محظوظين سيدي، والتجربة اللي بدهم اياها عم يعملوها بدون اي رادع. ب 1981 لما وقعت بالأسر بإيد السوفيت في أفغانستان، تعرفت على شيء اسمه السيطرة على الذهن. شفت كل أنواع التعذيب بس ما شفت أفظع من هيك. وهي كانت مناسبة تعرفي على الدكتور زيرو، هو اللي رجعني لحالتي السابقة. سيدي ممكن لحظة؟ في عنا وضع طارئ. سيدي أونيصال طالب يقابلك. مراد عامل فخ بواسطة أونيصال؟ لا سيدي، ميماتي باش خلص أونيصال من إيد مراد على مدار. شو؟ هذا اللي خبرنا فيه أونيصال. امشي لشوف. فيني افهم حضرتك شو عم تعمل؟ معلم انا ما قلت لك أونيصال زلمتي؟ كلامي ما له عندك اي اعتبار؟ اذا بدك تطعم بكلامي كلامك ما له اعتبار. الزلم اللي بعتبره عدوي مستحيل يكون زلمتك. غيره مين بتقول انه زلمتك؟ بحطه على راسي. معلم فيك تقلي اذا قتلت أونيصال شو بتكسب؟ ممكن تفهمني؟ من امتى صرت تقول يا ميماتي منقتل الخونه لنحقق فائده؟ انت دائما بتقول اذا بدنا نعمل شيء لازم نستفيد منه. عفيت عن ناس كتير انا بكرههم. انا بعفي عن اي شخص مو خاين ميماتي، حتى بعفي عن اللي بيخونني، بس اللي بيخون الوطن ما بعفي عنه ابدا. ماشي معلم، انت قوس داوود تتر اوغلو ورضوان كاشكار ومحمد فكرات، وأنا بقوص أونيصال. هدول اللي عديتهم يا ميماتي ما عم بيخونوا، هدول زلمن إلن عم يشتغلوا شغلن. بس أونيصال رجل دولة، الدولة هي اللي ربته وصرفت عليه وحطته بهذا الموقع. إذا نحن منعفي عن خيانته ما عاد نلاقي جندي واقف على حدود يا ميماتي، ولا شرطي يطلع دورية. نيح، لما بيخلص شغلي معه بعطيك يا تقتله معلم. ميماتي أنا عم ساومك على قتل الرجال؟ كان بإيدك معلم كنت تقتله. بتساوم فيلر وإلي ما بتساومني؟ ميماتي لوين؟ رايح إنقذ عبد الحي. ما روحته أنت عم تلاحق أونيصال؟ روح إنقذه. بس انت وعم تنقذ عبد الحي لا تنسى تنقذ حالك.